وفي زمان الإمام الحسن العسكري تحديداً، وفي سامراء اشتكى الناس عدم هطول الأمطار، فأمر الخليفة في ذلك الوقت الناس أنه يخرجوا ويصلوا صلاة الاستسقاء لكي يستسقل الناس في اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ولكن ماكو مطر من السماء. وبعد 3 أيام تحديداً خرج النصارى لكي يستسقوا الله سبحانه وتعالى. في اليوم الأول طلعوا النصارى ودعوا الله سبحانه وتعالى بأن ينزل المطر، وفعلاً مطرت الدنيا في ذلك اليوم. في اليوم الثاني أيضا دعوا من الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر، فنزل المطر أيضا. فالخليفة أنذاك عرف بالخبر، وكان الإمام الحسن العسكري عليه السلام محبوس عنده، فأمر بإخراج الإمام الحسن العسكري وقال له الحق أمة جدك رسول الله، لأن الناس بدوا يشكون بالإسلام. وفعلا خرج النصارى في اليوم الثالث لكي يستسقوا الله سبحانه وتعالى، ولكن الإمام الحسن كان قبلهم في ذلك المكان واقف. بمجرد أن رفع الراهب يده يريد يدعي الله سبحانه وتعالى أنه ينزل المطر، أمسك الإمام الحسن العسكري يده وأخذ عظم أسود من يده، فقال له الآن ادعي رب العالمين أنه ينزل المطر. فدع النصراني ولم ينزل المطر في ذلك اليوم. فتعجب الخليفة، فسأل الخليفة الإمام الحسن العسكري أنه ما هذا العظم اللي أخذته من يده ومنع هطول الأمطار في اليوم الثالث؟ فقال الإمام الحسن العسكري عليه السلام هذا العظم عظم أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى، وما كشف عن عظم نبي إلا هطلت الأمطار. إلى اللقاء.